آلاف الإصابات السرطانية في شمال البصرة، خصوصا الأماكن القريبة من الحقول النفطية، مضمون لتقرير لإحدى المنظمات الدولية الغربية تتهرب الجهات الحكومية من الرد عليه. 20 يوما من الانتظار دون حصولنا على إجابة من دائرة صحة البصرة أو شركة نفط البصرة وكذلك دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية. واقع التهرب من الإعلام يثبت عدم امتلاك الجهات التي ذكرت لرد توضيحي على التقرير الميداني الذي يفيد تورط الشركات النفطية بتلوث البيئة نتيجة الأنشطة النفطية المخالفة لمعايير السلامة. في شمال محافظة البصرة ما يقارب 1650 حالة سرطان، وذلك بعد أن وردت إلى ممثلات المنظمة عدة إيميلات واتصالات ومسجات حول كثرة الإصابات وكثرة الوفيات في تلك المناطق بالأمراض السرطانية والأمراض الرئوية والأمراض الجلدية الأخرى. وتتلخص المخالفات النفطية لكبرى الحقول في شمال البصرة باتباع طرق عملية تقليدية تتسبب بمخلفات بيئية خطرة، إضافة إلى عدم الالتزام بخفض الانبعاثات الملوثة، والتي كانت مناطق سوق القضاء وناحية عز الدين سليم والأخوير بشكل عام من أكثر الأماكن تضررا، حيث سجلت إصابات السرطان والأمراض الرئوية ارتفاعا ما بين عامي 2018 و 2019. كارثة بحق الإنسانية، ألا وهي التلوث البيئي المنبعث من قبل الغازات المنبعثة من الاحتراق أو احتراق الآبار النفطية، ولذلك البصرة ما تجني غير الأمراض والأوبئة. هذا دليل في ظل غياب الرقابة الحكومية على هذه الشركات التي بدأت تمتص دماء العراقيين بأساليب متنوعة، منها أنه ترك الشركات النفطية بدون أجهزة حديثة تحاول من خلالها تنقيب النفط. يشار إلى أن الشركات النفطية المخالفة لمعايير السلامة البيئية في البصرة تتبع أجود معايير العمل في مواقعها خارج البلاد، ما يثير استغراب المنظمات الرقابية الدولية من عدم اتخاذ وزارة النفط والجهات المعنية الأخرى لإجراءات رادعة لإيقاف مسلسل الاستهانة بأرواح أبناء البصرة المقتولين آجلا بأجواء ملغمة صحيا. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.